فوسفور بنات هي هذه هانتوما كي دايره صباغه طبيعيه ما فيها حتى حاجه ماشي هي هذيك شوفوا كي دايره. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ميمات البنات وكلشي كلشي 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 مرحبا بي الف مرحبا. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي جربتها وعجبتني بزاف بزاف بزاف، كما وعدتكم فيما كنجرب شي وصفه راه كنشاركها معكم حتى كنجربها انا وكنشوفها واش ناجحه واش زوينه ولا لا، واش كتعطي مفعول عاد كنجربها معكم. واليوم جبت واحد الصباغه، صباغه طبيعيه وبواحد المكونات اللي واعرين عرفتي غير الريحه، الريحه البنات ما نقولوش لكم كي دايره، انا نشاركها معكم. اجيو شوف صباغه طبيعيه، مكونات عندك في دارك كلشي عنده المكونات بلا ما تبقى تسناي تشري الصباغه وتدرك في الشعر ديالك عارف كيما عارفين حنا كاملين الصباغ كيحرشوا الشعر كيوقفوه ما كيخلوه ما يديروا ليه حيت فيه مواد كيماويه. هنا ما كاين حتى حاجه حتى ماده كيماويه كلشي طبيعي، وغتبقاو معايا باش تعرفوا الوصفه وتعرفوا المكونات ديالها. ايوا البنات هادو هما المكونات، عندنا اتاي حبوب، قرنفل، قهوه سريعه الذوبان، القرفه، كيس ديال الكاكاو تقدروا تعوضوه بمر، تقدروا تعوضوه بملعقه كبيره، معلقه كبيره، ونشا. دابا هاد الشيء اللي غنستعملو، وحامضه، عصير ديال الحامضه. بالنسبه للحامضه ونشا ماشي دابا، هادو اللي غنستعملو دابا مع الماء، ندبخو كلشي في الماء. المهم نزل انا في كاسرون هادشي، قرفه معلقه كبيره، معلقه قرفه اصلا مزيانه الفروه ديال الراس. دابا هاد الصباغه اللي غنصوبو ان شاء الله اللي طبيعيه غتستافدوا منها، تستافد منها الجلده ديال البشره. ناري صافي، والقهوه سريعه الذوبان، القرفه راه مزيانه للشعر الدات كلها راك عارفين، وهادي القهوه، القرنفل حتى هو مزيان الفروه ديال الراس. وهذا ما كاين، وهذا كيس ديال الكاكاو باش نعزو هذاك اللون البني. كاين اللي كيدير هذاك الماء ديال ديكاباج نمرة 9 ولكن ما نصحكمش به، علاش هو مادة كيماوية عاوتاني، حنا بغينا نحيدو كاع المواد الكيماوية نحيدوهم، ما بغيناش نقيسوهم. هذا ما كاين، الكاس الثاني نخلط هاد النواشف. بالنسبة هاد الكمية اللي درت أنا الشعر قصير، إلا كان الشعر طويل غنضاعفو المكونات. هادشي اللي كاين غنديرو أنا فوق النار يغلى ونرجع معاكم. صافي انا درتو هنا فوق النار يغلى غير طلع فيه الغليه وغنحبس، وطلعت فيه الغليه وغنطفي عليه. بعد ما طبخ مزيان طلعت فيه الغليه غنجيب كاسرون اخرى وغندير في الصفار. بسم الله نبغى كاع المكونات طلقات، نحاول نطلق صافي مزيان الماء. انت واحد الريحه يا البنات طالعه منقولش لكم، حتى شعركم غيولي فيه واحد الريحه زوينه. انا هاد الوصفه هكا جربتها ونجحت، قلت علاش ما نشاركهاش معكم. دابا انا اي حاجه قلت لكم غنجربها ان شاء الله عجبتني وغنجربها عليا انا الاولى وابخي نشاركها معكم ان شاء الله بحول الله. صافي هنا المكون اللي غنضيف نشا باش غيولي ليا بحال الشكل ديال الكريمه. صحوا ليا هادي انا حتى شريتها كمان، شاركت معكم الفيديو اللي قبل راه كانت سالت ليا،
نجا. المهم ها نتوما ندير معلقه بومبي والمعلقه الثانيه جوج معلقه ديال النشا. نحاول نخلط هاد الميكرويز مع النشا، تحيدي داك الكويرات كاملين. نقص النار صافي ونخرج. البنات ما تحيدوش يديكم غير هكا، بقاو تحلقوا بحال هكا باش ما يلصقش لكم هذاك النشا اللي يهبط لكم من تحت ويلصق. نديكم لا تحل نديكم ناعمه راهي حتى كتطلع منها واحد الريحه ديال كتشهي. نحيد لكم هاد الدرجه هادي، نتوما كتحلقوها بدات كتقاد. ها هي غنتي نحيد هاد التراب نتوما تشوفوها كطبخ. صافي هنايا حبسه هنا صافي راه تصاوبات. هنا نطفي عليها بالنسبة للطريقة، طريقة سهلة. أنا ما نقدرش نشارك معاكم، راك عارف إني أنا دايرة الفولار ما نقدرش نشاركها معاكم. مهم كتشدوا هاد الصباغة هادي حتى كتبرد، تتبرد تماما، عاد كتبداو ديروا خصلة بخصلة. مهم البنات بالنسبة للطريقة اللي سهلة بزاف، تتخليو الكريمة تتبرد مزيان حتى كتبرد، عاد كتشدوا خصلة بخصلة وانتوما كديروها على شعركم وكتخليوها تخليوها 6 سوايع. المكونات هادي راه كيخليوش الشعر رطب والريحه زوينه في الشعر واللون. الا بغيتوه يتعزز لكم اكثر ديروها المره الاولى، ديروها المره الاولى وتوز واحد الاسبوع عاوتاني باش تبغوا تغسلوا شعركم مزيان، تعاودوا ديروها نفس الخلطه ديروها مره اخرى، راه غيتبدل لكم اللون يزيد مازال يفتح، كيعطي واحد اللون مارو مارو فاتح بني فاتح كنقولوا. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. وهنا نكونوا خوتي خواتاتي نكونوا سالينا الكريمه ديالنا وطبقوا على شعركم وقولوا لي كي جاتكم ان شاء الله. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم. الله يجازيكم بخير وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.